اللقطة نتاع الفرد مثلا أثارت غضب برشا من بعض الأمنيين، وحتى أنا عبير موسى عملت فيديو تحكي قصتك كلها عبير موسى ولا غيره يكتب ولا يعمل ولا مش مشكلة هذا. احنا ثم شكون ممثل جاي ولا يحل الوقت مش غذية قضية وكله منك معنا. انت جبت دخلني. انت جبته ثاني نهار في رمضان وعمل لنا ستر بوليميك في البلاد. انا نقول له الله يهديه على مهذبة مهذب صديقنا وممثل به مهذب ما يختمش سبحان الله شنو نعمله معنا. ايه ما عنده الحق ينقد مش اول نهار وينقد ينقد حقه لا ينقد ينقد ويكتب وعنده حتى لانه كل الاعمال لا ترتقي بارك الله فيه كل الاعمال ايش نقول له معناته اما يتهم زاد زملائه واصدقائه بالمؤامره حتى هو شويه قدر شويه احترام طيح القدر هكا ايش نقول لك حاجه انا كي جيتك العام 97 جيت مباركوب لهنا كنت تقرا في قرنبالي جيت علمونا اول ما دخلت في الساحه الفنيه هذه علمونا الكبار كون احنا الممثلين في بعضنا نشكره وما نذموش وحتى كي نسكتوا معناها نذم كي صديقي يعمل خدمه باهيه نبالغ في الشكر في الاذاعات وفي التلفزيون وغيره ثم سوليداريتي بين الارتيست وكي ما تعجبنيش نسكت اما فما صراحه اما نطلع يزينا من الصراحه يزينا تجرح مشاعر عباد ثم ناس تتعب وناس تخدم وناس يعلم بها ربي تتهمهم بكل بساطه هكاك ما يغير على التعليم اكثر منا على ما يبدو اكثر منكم انتم ما عندكمش غير على التعليم قدام كل بلاد كامله ما عندهاش غيره تونس كل ما عندهمش غيره اللي مثلته في المسلسل كلنا اساتذه تقريبا هي انتم ما يهمناش فلوس التمثيل اعمادكم على الواحد. على يخدم بلاش هو جمعيه خيريه لا في زينة طيب لا 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 شو ثم مبالغه ساعات واحد يعمل حاجات راه مبالغ فيهم كان ينجم ينسب كان ينجم يكون الطف انا مانيش ضد حريه الراي والتعبير وعبر على موقفك بالعكس بالعكس ساعات راي يفيد انقد اما ما تجرحش يا حبيبي مش به الدنيا فيها موت يا صديقي واحنا اربعه من الناس ونحبوا بعضنا علاش تكره في روحك ثم مثل يقول له فاش تكره في روحك يمشوا يقول له بالجهد والمعين يبدو انه صديقنا يكره في روحه بالجهد والمعين وانا منحب والله نقول فيه بكل مراره ما نحبش فيه ما نحبش نقولوا الكلام هذا على صديق لانه نعتبره صديق وزميل وخرجنا من نفس المؤسسه وخرجنا من المعهد العالي ومحبتنا لاساتذتنا والبعضنا ولليوم احنا في علاقه جيده تقريبا خريجي المعهد وكل تقريبا في علاقه جيده نختلفوا وتوجهات مختلفه وكل واحد في ثنيته اما ثم مشترك يجمعنا علاش تكسر فيه المشترك في باساج وانت ماكش معني بالمساله ماكش معني يعني نهار ثاني في رمضان هذه زعيم مستدعي مهذب رميلي حلل في الدراما التونسيه اللي مش مشارك فيها